أكتر موضوع شغل الناس الأسبوع ده على السوشيال ميديا كان طبعاً الصراع اللي حاصل بين مارك زوكربيرج وإيلون ماسك، وده بعد قيام مارك بإطلاق تطبيق جديد اسمه ثريدز، واللي قدر إن هو يجمع في أول كام يوم من إطلاقه حوالي 80 مليون مشترك. المشكلة في ثريدز إن هو تطبيق شبيه إلى حد كبير جداً بتويتر، وطبعاً المملوك لرجل أعمال إيلون ماسك، واللي خرج وكتب على صفحته الشخصية: أنا دفعت 44 مليار دولار استثمار في تويتر عشان يجي ولد ويقرر إن هو يعمل كوبي وبيست. يعني إيه؟ يعني جه قلده بالظبط.